بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي أم رحاب للخياطة. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأريكم طريقة عمل الفتحة باسبوال تكون في لي شوميز وأيضا في بيجامات المنزل ولعدة موديلات. طريقة سهلة جدا سأطبق معكم إن شاء الله في هذا الثوب، لأن أتمنى أن يكون واضح. فأنا عادي يعني جميع الخطوات الأولى عادي في التفصيل، الرقبة والأكتاف وعادي. ثم أخذ منتصف الكورساج وأرسم خط في منتصف الكورساج. طول هذا الخط هذا هو طول الفتحة التي نرغب بها. مثلا أنا عملت 26 سنتيم. إذا كنتم تريدون فتحة طويلة ممكن أن تعملوا 40 سنتيم، ممكن 36 سنتيم، المهم يعني على حسب طول الفتحة التي ترغبون بها. أما بالنسبة للبيجامات الفتحة تكون صغيرة، يعني تقريبا 16 سنتيم أو 15 سنتيم فقط، ممكن أقل. المهم رسمت منتصف الكورساج كما تشاهدون، وحددت عرض الشريط، عرض الفتحة أو عرض الفتحة باسبوال التي أريد أن تكون عندي في هذا الموديل. فأنا حددت 3 سنتيم، يعني عرضها 3 سنتيم، يعني أحسب العرض من 3 إلى 4 سنتيم كافية، لا يفضل أن تتجاوز 4 سنتيم، يعني كي لا تكون كبيرة جدا، من الأفضل من 3 إلى 4 سنتيم. فأنا حددت 3 سنتيم هو عرض هذا الفتحة كما ترون هكذا. فحسبت يعني منتصف الكورساج هو منتصف هذا الفتحة هذه، طبعا يعني هذا الشريط. ف حددت من هنا، حسبت من هنا 1.5 ومن هنا 1.5، ورسمت خط، يعني بدأت أحسب 1.5 وأضع علامة 1.5 1.5 من هذا الجانب ومن هذا الجانب إلى هنا بهذا الشكل. إذن هكذا إذا بعد تحديد الفتحة ورسمها بهذا الشكل، أرسمه فقط بالطباشير على وجه الثوب. أخذ الشريطة هكذا، شريطين بهذا الشكل، عرضهما يعني الشريط، انظروا الشريط هكذا، عملت فيه فيزلين. وهو متني عرضه يساوي العرض الذي أرغب به، يعني 3 سنتيم زائد 1 سنتيم للخياطة. فحسبت عرضه وهذا زائد 1 سنتيم للخياطة، يعني وضعت 4 سنتيم في هذا الشريط. ثم علمت بالقلم هكذا 3 سنتيم، علمتها لأنني هنا سأمرر الخياطة. إذن علمت 3 سنتيم، يعني حددت هذا السنتيم الزائد للخياطة. أيضا هنا نفس الشيء، إذن أتمنى أن يكون واضح. اعملوا فيزلين إذا أردتم. إذن سأحتاج لهذا الشريطين. بالنسبة للطول يجب أن يكون طول الفتحة، أنا عندي 26 سنتيم في الفتحة، أضفت 6 سنتيم للشريط، يعني أضفت على الطول 6 سنتيم أو 4 سنتيم. إذا عملت هنا، عملت في الطول، عملت 32 في الطول، عملت 32. إذا على بركة الله نبدأ في التطبيق.
إذن أول شيء سأفعله هو أن أقفل هذا المكان، يعني هذه هي البداية، بداية الشريط فوق سوف أقفله، يعني أقلب القطعة هكذا وأخيط على بعد 1 سنتيم، أخيط هنا جيدا وأيضا هنا أخيط هنا جيدا، واضح؟ طبعا أراعي أن الجهتين متقابلتين، يعني أخيط هنا وأخيط هنا بهذا الشكل. إذا خيط بهذا الشكل وأقلب، أنزع زوائد الخياطة هنا، إذا هكذا. إذا الآن أخذ الشريط الأول وأضعه هكذا بحيث أترك هنا تقريبا 1 سنتيم، أترك 1 سنتيم. سنحتاجه لخياطة إما الكول أو الياقة، إما التبطين، إما البيء أو أي شيء، يعني يجب أن نترك 1 سنتيم في الأعلى ونبدأ بوضع الشريط هكذا على بعد 1 سنتيم، بحيث هذا الخط يكون متطابق مع هذا الخط. إذا سأثبت بدبابيس، يعني تقريبا سيتبقى من منتصف الكورساج 1.5 سنتيم، مسافة 0.5 سنتيم، وأبدأ بتثبيت الشريط بدبابيس. يستحسن أن نثبت بدبابيس أفضل، أثبته بدبابيس بحيث كما قلت لكم يعني هذا الخط الذي رسمت يكون متطابق مع هذا الخط، هذا الخط ثبته إلى آخر لهنا. لن سأثبت الشريط الأول وثاني وأرجع معكم، يعني الثاني أيضا من نفس الطريقة هكذا بهذا الشكل، أضعه على الشريط على هكذا، أترك 1 سنتيم هنا، يعني أحرص على أن نفس المسافة أتركها هنا، يعني كي يكون الشريطين متقابلين. ثم أثبت أيضا بالدبابيس. إذا ثبت بدبابيس هكذا بهذا الشكل إلى هنا، أراعي أن تكون عندي زاوية قائمة هنا بهذا الشكل. إذا الآن أمرر الخياطة على هذا الخط، أمرر الخياطة إلى هذا النقطة، أقفل الخياطة جيدا هنا، ثم أيضا الجهة الثانية، طبعا أقفل الخياطة في البداية وأيضا في النهاية، يعني المهم أن هاد هنا يعني يجب أن يكون عندي زاوية قائمة. وطبعا يعني الطول، يعني الطول هاد الطول هذا يساوي هاد الطول، يعني كي لا يكون عندي هاد المكان مائل أو شيء، يجب أن أراعي أن عندي يعني هاد الجهة وهاد الجهة بنفس الطول. إذن هكذا. أيضا عندما سأحسب هذه المسافة من هذه النقطة إلى هذه النقطة سأجد 3 سنتيم، يعني من هنا إلى هنا سأجد 3 سنتيم، يعني يجب أن يكون عندي 3 سنتيم هنا في هذا المكان الذي يظهر عندكم، يجب أن أجد 3 سنتيم هنا عندما أحسب هكذا، أجد 3 سنتيم أي بين هذه النقطة هذه النقطة، أجد 3 سنتيم.
اذا خيط بهذا الشكل كما ترون. هكذا. اذا الخطوة الموالية هي انني سافتح هذا الخط منتصف الكورساج، سافتحه بالمقص الى ان اصل الى هنا الى هذا الخط، ارتفع يعني عن هذا الخط بسنتيمترين، يعني احسب سنتيمترين واتوقف. إذن هنا على بعد سنتيمترين تركت سنتيمترين هكذا، ثم أقطع هنا على شكل مثلث إلى هذه النقطة، يعني هكذا من هنا، يعني من بداية الخياطة تقريبا، يعني لا أصل إلى حدود الخياطة كي لا يتقطع الخيط، وإنما تقريبا على بعد مليمترين أو 1 ملم، أقطع على شكل مثلث هكذا. إذا هنا على شكل مثلث بهذا الشكل. إذا الآن بالنسبة للنساء فإن جهة اليمين هي التي تكون فوق، يعني جهة اليمين هي التي يكون فيها الفتحات، وجهة اليسار هي التي يكون فيها الأزرار، وبالتالي هذه الجهة ستكون فوق هذه الجهة. يعني سأبدأ بهذه الجهة أولا، أثنيه، يعني أول شيء طبعا مرر السرفعلة فوق وأثني هذه الجهة بهذا الشكل، ادخلها هنا فهو المثلث، اثني ادخلها هنا وهكذا بهذا الشكل، ثم فوقها الجهة الثانية هكذا، ادخلها هنا وأعدلها جيدا أعدلها جيدا، قلبوا وعدلوا جيدا الجهتين هكذا، يعني هاد الجهة تحت وهاد الجهة فوق. انظروا يعني هذه الطريقه صراحه تكون بها الفتحه رائعه وسهله جدا وبسيطه. اذا بهذا الشكل ها هو المثلث، وتثبته جيدا بالخياطه، ثبته جيدا، انا ثبت القطعه جيدا
بدبابيس كي لا تتحرك أثناء الخياطة. جميع المشاكل تقع هنا، يعني في النهاية بعد نهاية الخياطة، فجميع المشاكل تقع هنا يعني، أو معظم المشاكل تقع هنا. فممكن أن يعني تخيط، إذا خيطتم تتجاوزوا الخياطة وبالتالي تكون عندكم تكميشات، فيجب أن تخيطوا إلى حدود الخياطة، إلى حدود هنا يعني من هنا إلى هنا، لا تتجاوزوا أبدا الخياطة كي لا يكون عندكم تكميشات في اللحم. ثاني شيء يعني يجب أن تعدلوا جيدا، كما تلاحظون أنا ثبت بدبابيس، تعدلوا جيدا هذا القطع يعني قطعة فوق قطعة، تعدلوهم جيدا حتى يعني بهذا الشكل إلى أن تصلوا إلى النتيجة التي ترغبون بها. تعدلوا جيدا القطع. أيضا هنا لا يجب أن تتركوا فراغ، يعني هكذا عدلوا، المهم عدلوا قبل الخياطة، عدلوا جيدا وخيطوا هذا المثلث. إذا سأخيط هذا المثلث من هذه النقطة إلى هذه النقطة وأعود. إذا خيطت المثلث هكذا، الآن افتح هكذا، إذا انظروا النتيجة بدون أي تكميشات ولا أي شيء. إذا ثم من بعد سوف أمرر خياطة من فوق على بعد نصف سنتيم بهذا الشكل. إذن ها هي الفتحة باسبوال بعد الخياطة، كما ترون نتيجة ما شاء الله دون أي تكميشات ولا أي شيء. أتمنى أن تتبعوا فقط نفس الخطوات وأكيد سوف تحصلون على النتيجة التي سترضيكم. إذن هنا فوق سأعمل فتحات وتحت سأعمل الأزرار. إذن أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم، فإن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر إعجاب، وإن كنتم أول مرة تزورون قناتي فاشتركوا فيها وفعلوا الجرس كي يصلكم الجديد، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.